السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين، ازيكم يا باشمهندسات؟ معلش اتأخرت عليكم كتير. النهاردة هنبدأ في التطبيق التالت عن كيفية استخدام الأوتوكاد في هندسة المساحة. هو تطبيق من التطبيقات المهمة جدا، التطبيق ده، وهو إن أنا إزاي عندي لوحة عليها أحداثيات، لوحة أوتوكاد عليها أحداثيات، إزاي آخد منها أحداثيات النقط واحولها للتوتال الستيشن في شكل ملف تكست في شكل ملف اكسل. فالهدف ان انا استخرج من لوحة الاوتوكاد الاحداثيات المراد توقيعها او احداثيات الكنترول بوينت المراد استخدامها بملف اكسل او تكست، وادخلها على التوتال ستيشن عشان استخدمها في توقيع او عمل لاين. يعني الغرض من التطبيق ده ان انا ازاي اتحول من المكتب للموقع. هيتم الخطوات دي باستخدام لسب. اللسب انا محمله على الميديا فاير، وهرفق اللينك بتاعه في الفيديو ديسكريبشن. اللسب كليك تو اكسل اند تكست تو اكسل. هنفتح الرابط ونعمل داونلود وندخله على الاوتوكاد. هنعمل داونلود هنشوف الليست بتاعها راح فين. في الفيديو ده يا جماعة دي الخطوات اللي هنمشي عليها، 8 خطوات، عشان الموضوع مهم جدا ده. أول حاجة إن أنا أحمل الليست وأدرجه في الأوتوكاد، وبعد كده أفعل الليست، وبعد كده النقط اللي عاوز أحولها للملف اللي هحوله للتوتال ستيشن هضغط عليها، وهضغط على الاسم بتاعها، وهظبط ملف الاكسل بحيث ان التوتال ستيشن يقراه. هسيفه للصيغه اللي هي سي اس في وهحوله على الفلاشه، وبعد ما احوله على الفلاشه ادخله في التوتال. وهنشوف بعد ازاي ان انا احول من الاوتوكاد للملف التكست، ازاي ادخل النقط على التوتال ستيشن، او هعمل فيديو ازاي يعني ادخل النقط للتوتال ستيشن. فأول خطوة هحمل الليسب، حملناه أهو، ده الليسب عندنا. هنيجي على الأوتوكاد، دي يا جماعة الفايل اللي هنطبق عليه 3 نقط كنترول بوينت عاوزين نحطهم في ملف إكسل ونحولهم من التوتال ستيشن، عشان الكنترول بوينت دي اللي هنستخدمها في التوقيع. فاحنا يا جماعة اللي احنا هنعمله دلوقتي زي اي تطبيق فات، ان انا هعمل لود للليسب داخل الاوتوكاد. فانا هاجي على مانج، طبعا ده طبعا يعني انتوا هتستخدموا الاوتوكاد، هو ده السيبر 3 دي، نفس القصه نفس الخطوات يعني، بس انا دلوقتي انا بتكلم على الاوتوكاد دلوقتي. اهو الليسب اللي احنا حملناه، هنعمل له لود. بدل ما اتعمل successfully loaded يبقى خلاص الليست اتفعل. احنا دلوقتي دي النقط اللي احنا 3 نقط عاوزين نحطهم في ملف اكسل ونصدرهم للتوتال ستيشن. اللي احنا هنعمله ان احنا هنفعل الليست. الليست اسمه زي ما انتم شايفين كليك تو اكس ال اس وتكست تو اكس ال اس. اللي احنا هنعمله هنستخدم الكليك تو اكس ال اس، اللي هو ان انا عاوز دلوقتي ان انا اعمل الخطوه اللي هي رقم 3، ان انا عاوز احداثيات النقط اكس واي زد احولها للاكسل. فانا هفعل اللي هو الاسم ده كليك تو اكسل. يبقى احنا في الكوماند بار، يا جماعه هنكتب كليك تو اكس ال اس، وهنضغط على النقاط بالترتيب. دي اول نقطة جي بي اس 1، دي ثاني نقطة جي بي اس 2، دي ثالث نقطة اللي هي جي بي اس 4. هنلاقيها اتحولت اوتوماتيك لملف اكسل.
ده هيمثل لي الاكس، ده هيمثل الواي، ده هيمثل لي الزد. يبقى احنا كده يا جماعة عملنا الخطوة الثالثة، ان انا النقط اللي انا عاوز احول لها الاعدادات بتاعتها للملف دوست عليه. احنا بقى يا جماعة عاوزين التكست اللي هو خاص بالنقط عاوزين نحوله للملف ده، عشان لما اجي استخدم نقطة في الموقع اعرف هي ايه الكود بتاعها ايه، يعني عاوزين نعرف الكود بتاع النقطة نحوله. يبقى احنا بدل ما نكتب كليك تو اكسل هنعمل تكست تو اكسل. يبقى احنا في الكوماند بار هنكتب تكست، تكست تو اكس ال اس. ونضغط على النقاط بالترتيب عشان ننقل الليبل، هنضغط على الليبل ده بالترتيب. هنلاقيها اتحولت لملف الاكسل، الليبل بتاع النقطة مقابل للنقطة نفسها بأحداثياتها. احنا يا جماعة احنا عاوزين يعني عاوزين عشان ملف عشان التوتال ستيشن يقرا الملف ده بالظبط، عاوزين الترتيب يمشي بالآتي، اللي هي العمود ايه، اول عمود رقم النقطة وده الاكس وده الواي وده الزد اللي هو الاليفيشن، واخر حاجة اللي هو الكود بتاع النقطة. احنا كده يا جماعة اللي هو الخطوة الخامسة اعداد ملف الاكسل بالترتيب الاتي، اول حاجة رقم النقطة، رقم اللي هو ما يحتويش على تكست، يعني 1 2 3 يعني الترقيم التصاعدي، الاست اللي هي الاكس، النورس اللي هي الواي، الاليفيشن اللي هو الزد، كود النقطة اللي هو اسم النقطة. فاحنا يا جماعة ده الاكس وده الواي وده الزد. يبقى احنا الخانات دي نعملها قط او نحركها للخانة الخاصة بيه، وده كود النقطة هنحطه في العمود الخامس. ورقم النقطة اللي هو الترقيم التصاعدي، أول نقطة 1، أول نقطة 2، أول نقطة 3. لازم يا جماعة أول عمود، وده إجباري إن هو يبقى الداتا اللي فيه أرقام، ما يبقى يعني ما ينفعش الحاجات دي نحطها في أول عمود، أول عمود لازم يبقى رقم. تمام، إحنا هيأنا ملف الإكسل. الخطوة الستة إن أنا هحفظ ملف الإكسل بصيغة سي إس في، يعني إن هو الملف هيبقى العمود مفصول ما بينه وبين العمود التاني بكومة. هنعمل سيف اس للملف ده في اي مكان، سيف اس، وهنسيبه بصيغة اللي هي سي اس في كوما ديليمتد، يعني هو ان انا افصل ما بين الاعمدة وبعضها بكوما، وبعد كده اسيفها باسم معروف يعني بوينت اي اسم. اهو الملف، او جينا نفتحه بصيغة تكست هنلاقيه بالشكل ده، يعني ان هو الاعمدة فصلها بكومة، يعني هو لما نيجي نقارنها بالاكسل هنلاقيها فاصل ما بين اي عنصر في العمود والعمود اللي بعديه بكومة، او يعني النقطة الاولانية ده رقم النقطة، ده الاكس بتاعها، ده الواي بتاعها، ده الزد بتاعها، ده الكود بتاع النقطة. يبقى أنا كده ده الملف اللي أنا أحوله للفلاشة عشان أدخله على التوتال ستيشن.
الخطوة اللي بعد كده يا جماعة ان انا هحول الملف على الفلاشة. لازم يا جماعة، ودي اهم حاجة عشان التوتال ستيشن يقرا الكلام ده، انا دلوقتي حطيت الفلاشة في الجهاز. اهم الفلاشة هو عندي لازم يكون فيها ملف اسمه داتا، لازم فيها فولدر يبقى اسمه داتا، عشان التوتال ستيشن بيقرا من الحاجات اللي موجودة في الفولدر ده. فاحنا يا جماعة حتى لو ملف داتا مش موجود، يبقى انا عامل نيو فولدر وعامل داتا وعامله داتا، ده لو مش موجود. اجي على ملف داتا، واحول له ايه اللي هو الملف اللي احنا قمنا بتصديره، اللي هو بوينتس دو سي اس في، كوبي بيست على فولدر داتا. اهم حاجه يا جماعه ان هي الملف ده يتحط جوه داتا. يبقى انا كده يا جماعه خلصت من شغل المكتبي، الفلاشه خلاص حولت لها الملف، وهنتحول للشغل الموقعي ان هو نوديه ازاي التوتال ستيشن. كده نهايه الشغل المكتبي. هنشوف دلوقتي ازاي الملف ده هدخله على التوتال ستيشن وكيفيه استخدامه. والكلام ده هيبقى هيتعمل ببساطة جدا لو استخدمت سيفل 3D، وده اللي هعمله في الفيديو اللي جاي. يلا بينا نشوف ازاي هنستخدمه في توتال ستيشن. احنا يا جماعة كده فتحنا الجهاز، يعني اول لما فتحناه ظهرت لنا الشاشة دي اللي هي الحرارة والضغط والحاجات دي، اللي هي الظروف المناخية اللي هي حوالين الجهاز، يعني مش مهم. هنضغط نيكست. بعد كده هنعمل نيو جوب. الجهاز ده اللي بنستخدمه TS16. طبعا هندخل الفلاشة في اللي هو المخرج الخاص بالـ USB. هنعمل إنشاء نيو جوب ونسميها تسمية. نعمل ألفا عشان اللي هو نكتبها بحروف بدل أرقام. أي اسم ايه بعد كده ننزل تحت، وبعد كده نضغط على ستور اللي هي F1. بعد كده هنيجي على الجوبس. اوكي. بعد كده هنروح على امبورت داتا، ان احنا عاوزين نستورد داتا من الفلاشة. هنعمل اول حاجة امبورت ASCII داتا، امبورت ASCII داتا، نضغط على اوكي. هنا بقى اللي هو بيقول ان هو ياخد من USB هو الملف، اهو الملف بوينت دو سي اس في. هيدر لاين هنخليها واحد، عشان زي ما احنا شفنا في ان الملف بتاعنا في صف في الاول، اللي هو في اللي هو الهيدر الخاص بكل خانة، نمبر الاكس الواي والزد. فاحنا هنقول له ان في هيدر عشان يتجاهله، وهنحوله للجروب بي ايه. هنعمل حاجة اسمها configuration عشان نتأكد ان اللي هو ان التوتال ستيشن هيرى الملف بالترتيب اللي احنا عاملينه. كونفيجر اهو بيقول ان هو يعني ازاي هيرى الملف، ان الفاصل ما بين الخانة والتانية كوما، البوينت اي دي ده اللي هو الرقم، الاستنج هيبقى العمود رقم 2، النورسنج العمود رقم 3، الهايت او اللي هو الاليفيشن العمود رقم 4، والكود اللي هو رقم 5. هنلاقيها بالترتيب اللي هو في الاكسل زي ما احنا شايفين. يبقى احنا الكونفيجريشن بتاع التوتال ستيشن مطابق للملف. يبقى انا كده تمام، ادوس اوكي واضغط على اوكي عشان النقط يوديها.
يبقى انا كده يا جماعة نجحت، والتلات نقط عمل لها استيراد من الفلاش. بيقول لي عاوز استورد نقاط اخرى او لا، او لا انا مش عاوز، يبقى انا ادوس على F4. بقى انا بقى عاوز ابص على النقط، هروح عند جوب اند داتا، اضغط اوكي، اضغط على فيو اند اديت داتا، اهي النقط عندي اهو، البوينت رقم النقطة، واهو الكود بتاعها، واهو يعني الحاجات الخاصة بالنقطة. لو مثلا عاوز اعمل سيت اب، لو يا جماعة عاوزين يعني مثلا ان احنا نعرف ازاي بقى نستخدم النقط دي، هنعمل على اوكي، او ازاي بقى نستخدمها في الشغل بتاعنا، هضغط على اوكي. اوكي تمام، هاجي على جو تو ورك. لو مثلا احنا عاوزين نعمل ستيك اوت، هنضغط على الجوب، اللي دي الجوب اللي احنا حطينا عليها النقط، نقوم ندي البوينت اي دي رقم النقطة، عاوزين مثلا نعمل سيت اب اللي هو ستيشن وباك سايت، اللي هو السيت اب اللي هو الستيشن وباك سايت، نعمل اوكي، اهي الجوب والبوينت اي دي. عاوزين نشوف الكود بتاعها، نضغط على اوكي، نروح مثلا على الباك سايت، كود النقطة احنا عاوزين مثلا نقطة جي بي اس واحد، اهو جي بي اس واحد، نقطة جي بي اس اتنين، جي بي اس اربعة، اهو كود النقطة بيظهر، والستيشن برضو البوينت كود، ونعمل بقى نضغط على ست اللي هو عشان اعمل السيت اب بتاعي. يبقى انا كده يا جماعة عرفنا اهو ازاي ان انا الملف اللي انا خدته من الاوتوكاد، ملف اللي هو الاكسل، ازاي ادخله على التوتال ستيشن، وازاي ادخل النقط على التوتال ستيشن عشان استخدمها في العمل الموقعي. كده نهاية اللي هو التطبيق التالت. التطبيق التالت اللي هو ازاي احول ملف توقيع مساحي من الاوتوكاد واستخدمه في التوتال ستيشن. التطبيق اللي بعد كده هيبقى اسهل، وهو ازاي هنستخدم السيفل 3 دي، مش هستخدم الاوتوكاد، عشان برضو نفس القصة، النقط احولها لملف، والملف ادخله في التوتال ستيشن، والموضوع هيكون اسهل واسرع. اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو ده، شكرا على مشاهدتكم، وشكر خاص للمهندس محمد اللي فادني باللسب ده، والسلام عليكم ورحمة الله.